اختتم مهرجان الهمبا البحريني بسوق المزارعين في هورة عالي يومه الثاني بعد أن شهد إقبالا واسعا من قبل زوار المهرجان الذين حضروا خصيصا لشراء المانجو البحريني بأجود أنواعه، إذ اشتمل المهرجان على توليفة متنوعة من محاصيل ومنتجات مبتكرة بنكهات ومذاق المانجو بصناعة أيد محلية بحرينية. كما أقيمت فعاليات أخرى للأطفال مثل الرسم على الوجه وغيرها من الفعاليات والفنون المحببة للأطفال. طبعا احنا متواجدين اليوم في مهرجان الهمبا البحريني، عندنا طبعا اجود انواع الهمبا البحريني متوفر في سوق المزارعين هورة عالي. نتكلم عن الاصناف في البحرين، اصناف البانجا بحريني ون متميز بالرائحه والطعم وقليل الالياف، ويصلح حق العصائر، حق الايس كريم وحق الاشار. بعدين عندنا الصنف الثاني اللي هو الصنف سمير. سمير نفس الجودة. وجدت إن ما شاء الله إقبال جيد على المحلات الموجودة هنا، أنواع جميلة من المانجو البحريني. في عندهم مانجو كبار اللي هو المانجو رقم واحد يسمونه يكون مطعم، وفي المانجو الصغار جدا جدا طعمه طيب. عندنا من منتجات الهمبا اليوم اللي متوفر المربى والآشار، عندنا صوصات بس خلصت. الإقبال طبعا كان كبير على آشار المانجا، ندوقهم منه يعجبهم او يشترونه، وحتى المربى يعني سويت نوعين، النوع اللي بالمكسرات والزرج خلص، كان عليه اقبال كبير. طبعا الكل يعرف ان الناس كلها تقبل على ايس كريم المانجو وحلاوته في المحل بدون مهرجان. ما شاء الله البيع عندنا واجد وايد كبير على ايس كريم المانجو، ما بالش في مشاركين في مهرجان المانجو في سوق هورة عالي. لله الحمد امس واليوم كان الاقبال على العصير والايس كريم عنده واجد. انتاج محلي بحريني وهذا شيء طيب، في تحفيز وتشجيع طبعا لاخواننا المزارعين. والهامبا طبعا الحين تدخل في منتجات اخرى، اشوف المنتجات الاسريه اشار الهامبا، ومعروف طبعا اشار الهامبا الطيب. بصراحه يعني اجواء جدا جميله صراحه، وما شاء الله حضور مميز، ويدل على التنظيم الجيد. هاي المانجا المطحونه مجففه، هاي تستعملها حق الحلويات، حق السلطة، الكيك، تسوونها شاي. هاي ما فيها أي إضافات، خاص مانجا بس مجففينها وطحننها وصارت هالشكل. متخصصين أكثر في الفواكه المجففة، عندنا فواكه بدون ولا إضافة وفواكه مع عسل وتسمى اللواشق يعني. وإحنا مشاركين اليوم في مهرجان المانجو، وفرنا كمية كبيرة من المانجو المجفف اللي بدون أي إضافات. في أشياء تم تطويرها ما شاء الله، الأشار بالمانجا، الآيس كريم، العصير، هذا لفت نظري ما شاء الله، وأشوف إقبال عليه ما شاء الله. بالعكس هذا شيء أكرر، نفتخر بمنتجنا الوطني.